إذن هذا كان تصريح ديال رئيس فريق أولمبيك السافي للورد بيرة الذي تحدث من خلاله عن عن الإمكانيات التي أو عن الوقت الذي سيتم خلاله افتتاح ملعب المسيرة بمدينة السافي. سنتحدث عن العرس الكبير الذي تحتضنه مدينة بركان يوم 27 مارس المقبل، نصف الماراثون 10 كيلومترات أيضا والتي ستنقل مباشرة على القناة الثانية. معنا السي جلال المختاري عضو لجنة التنظيم وأيضا المدير التقني والعداء السابق بطل ايضا في العاب القوى. اذا السي المختاري، كنظن انه بالنسبه لهذا حدث كبير بمدينه بركان. سي حسن، اولا تنشكرك على هذه الاستضافه هذه، تنتمنى الفوز لفريق نهضه بركان في هذه المقابله. بالفعل يوم 27 مارس فهو حدث رياضي كبير، لثاني مره تتنظم سباق نصف الماراثون الدولي تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. التظاهرة تنظموها باش نعرفوا أكثر على مدينة بركان والجهة الشرقية بصفة عامة، لما تزخروا بها من مواصفات فلاحية وسياحية إلى غير ذلك. نعم، إذا هذه أكيد تعريف بالمدينة، تعريف بما بالمميزات ديال هذه المدينة بركان المنطقة الشرقية. إذا هذه التظاهرة اللي كتنظمها جمعية بني زناس اللي كترأسها البطل العالمي السابق السي هشام القروج، اللي هو هشام اللي الآن حقق إنجازات كبيرة للمغرب، ولكن في ذات الوقت الآن يواصل على مستوى أنه يعطي المشعل لأسماء أخرى التي بإمكانها أن تشرف تعرف العاب القوى في المنتقيات الدوليه. كما قلت سي حسن، فتظاهر سباق نصف الماراثون الدولي لمدينه بركان فهو تتنظم جمعيه بني زناس اللي تترأسها البطل العالمي والاولمبي السيد هشام القروج. جديد في هذه النسخه انه تم اضافه مسافه 10 كيلومتر، وهذه فرصه للشباب اللي ما يقدروش يجريوا السمي ماراثون باش يجيو ويشاركوا بكثافه. نعم، اذا 10 كيلومتر سيكون للذين ربما تسير الماموريه على الناس من مدينه بركان اللي ما يقدروش يديروا نصف الماراثون انهم يديروا 10 كيلومترات، وخصوصا العنصر النسوي، وهذه فرصه انها تكون دعوه للناس باش يتسجلوا في هذا الماراثون، النصف الماراثون وايضا 10 كيلومترات اللي غتنظم في هذه المدينه. شنو الاسماء الجديده اللي غتكون في هذا في نصف الماراثون ان شاء الله؟ نصف الماراثون سي حسن تعرف مشاركه اسماء وازنه وطنيه ودوليه. وبهذا المنبر الاعلامي ديالكم سي حسن بغيت نوجه واحد النداء الى جميع سكان تاع اقليم ديال بركان ولا الجهه الشرقيه باش يجيو يوم 27 مارس يشاركونا هذا العرس الرياضي الكبير، ونفرحوا حنا كما قلت لك سي حسن فهذا بمثابه عرس رياضي، ونفرحوا جميعا. وهذا الشيء للبطل العالمي هشام القروج دائما يحث الشباب على المشاركه باش يكونوا ابطال الغد. نعم، والابطال الغد، وكنتمنوا اننا نشاهد واحد النهار ابطال من المنطقه الشرقيه من المغرب بطبيعه الحال، وكل من المنطقه الشرقيه اللي هما يكونوا الخلف ديال البطل العالمي ديالنا اللي هو السي هشام القروج. ولما لا سي حسن؟ نعم، اذا لما لا، هذا شيء اكيد. اذا بالنسبه لكم النقطه الاساسيه الان واش بدا التسجيل؟ شحال كتعولوا تقريبا؟ اشنو التحرك اللي كاين الان على مستوى مدينه بركان؟ دون ان ننسى ان يوم 26 غيكون سباق الاطفال اللي غتكون هذا حدث الكيدز داي غيكون بالنسبه للاطفال قبل اليوم الذي سيكون فيه الحدث الكبير، والذي كما ذكرت عرس ستنقله القناه الثانيه مباشره صباح يوم الاحد. تسجيلات سي حسن بداوا ابتداء من 7 مارس وغيكونوا بطبيعه الحال بمدينه بركان ومدينه وجده والدار البيضاء. يعني حنايا دابا حاليا مستمرين في التسجيلات، وكنأملوا باش يكون عندنا ازيد من 3500 مشارك ان شاء الله، وتكون كما قلت لك واحد العرس رياضي كبيره. نعم، ومرحبا بكم انتم سي حسن. نعم، كنشكرك. حنا غنكونوا معكم بطبيعه الحال، القناه الثانيه ستكون حاضره بطبيعه الحال لتغطيه هذا الحدث الكبير الذي ستحتضنه مدينه بركان يوم 27 مارس، نصف الماراثون وايضا 10 كيلومترات من تنظيم جمعيه بني زناس التي يراسها البطل هشام، البطل العالمي هشام القروج، والذي كما ذكرت سيكون عرسا للرياضه، عرسا ايضا لالعاب القوى، وحفلا للتعريف بمنطقه مدينه للتعريف بمدينه بركان، للتعريف بالمنطقه الشرقيه، ايضا دعوه للمشاركه في هذا السباق خصوصا لكل العناصر، شيوخ شباب وايضا المتخصصين وايضا للعنصر النسوي. نلتقي بعد قليل لمتابعه الجوله الثانيه.